يراهن المترشح يوسف أوشيش على عامل إشراك الجميع دون إقصاء في مسار البناء حسب ما أكده في خطاباته خلال التجمعات الشعبية والخرجات الجوارية. آن الأوان باش نعاودوا نرجعوا لمؤسسات الدولة هيبتهم، والسلطة الوحيدة تكون سلطة الدولة، وسلطة الدولة تكون وسلطة الدولة تكون مستمدة من القانون، والقانون يكون مستمد من الشعب. هذا هو البرنامج اللي ناضل عليه حسين أيت أحمد وأمثاله وإخوانه في النضال. هذا هو البرنامج الذي نقترحه اليوم على الجزائريات والجزائريين باش نعاودوا نبنيوا السيادة الشعبية. اليوم ما يمكنش أننا نقويو الدفاعات المناعية تاع البلاد، ما يمكنش ندافعوا على أمن القومي ولا نبنيو جبهة وطنية تكون بالمرصاد لكل من حاب يضرب استقرار الوطن، إلى ما عطيناش للجزائريات والجزائريين الفرصة باش يشاركوا في تسيير أمورهم اليومية. شاركنا باش نحافظوا على مساحات التعبير الحر في البلاد، شاركنا باش نحافظوا على الفضاءات الديمقراطية واللي راهي اليوم في تقلص مستمر إلى حد تغييبها في بعض المجالات وفي بعض الأحيان. احنا قلنا ما نقدروش نبنيو التطور والازدهار إلى ما كانتش الديمقراطية والحرية، ما نقدروش نطلعوا للرقي الاجتماعي إلى ما كانتش دولة القانون اللي تضمن العدالة الاجتماعية. كما أكد أوشيش أن الدفاع عن الطبقات الهشة والفئات المهمشة سيكون ضمن أولويات برنامجه رؤية، وسيجسده يضيف في حال وصوله للسلطة.